السلام عليكم البنات، كي راكو دايرين الحباب؟ لاباس عليكم؟ الحمد لله. ان شاء الله نلقاكم في هذا في هذا الفيديو بصحه جيده ان شاء الله يا رب العالمين. وانا طاطاكم فاتو تيزاد عادت من جديد معكم في معلومتين جديدتين، وهذه معلومه مهمه جدا، مهمه جدا. ليش؟ للمعده، لالام المعده، اللي عنده الام المعده. انا هنا اختي ولا خويا غادي نعطيكم اناستيوس، وهي معلومه تروحوا ميم تسقسوا على البنان، على الموز، هذا على الموز غادي تلقوا باللي عند فيه كيما نقولوا فوائد لالام المعده. فهمتوني؟ فيه فوائد لالام المعده. وعندي تاني معلومه واحده اخرى معاها، نتاع الحبق كما نقولوا لو بازيليك. انا هذا قلعته من عندي، فوالا لو بازيليك. هذا لو بازيليك تاني. لما انا درت لكم زوج صوالح، الا ما نجمتيش اختي في مقدورك باش تشري البنان، ها تنجمي تاني تطرقي للطريقه الاخرى، وهي طريقه البازيليك، طريقه الحبق، ديري الحبق. فوالا، في عندي زوج معلومات غادي نعطيهم لكم اليوم للبنات، وتديهم من عندي فائده. فهمتوني الشيلات؟ فوالا. في الموز، حاجه الاولى في الموز هي راكو على بالكم باللي الموز فيه لا فيتامين بي ولا فيتامين ا، وفيه الكالسيوم، فيه البوتاسيوم، فيه كل حيه. الموز فيه كاع الجسم اللي يسحقه، سيتادير الموز فيتامين كومبلي، فيه كل شيء. اكو فاهميني؟ الموز على بالكم اللي دخل حتى في التجميل، دخل في تجميل الشعر وفي تجميل الجسم. فهمتوني الشيلات؟ فوالا. وتاني نديروه، تاني عندنا حاجه فيه نديروها ما نقيسوهاش، شتا هي؟ ديروا بالكم من نوهاك، كي يكون عندكم لوكازيون، زعما ان اوكازيون، وشريتوا الموز، نقولوا شريتوا الموز، باسكو ماشي كاع في مقدوره يشرو الموز. اكو فاهمين الشيلات؟ ماشي كاع الناس يشرو الموز، يشرو البنان. كاين الناس بزاف اللي ما يقدوش يشرو البنان، راكو فاهميني؟ فوالا، عليها جبت لكم طريقه نتاع الحبق. فهمتوني؟ الموز ولا الحبق. بصح اذا كان عندك اون اوكازيون وكانت عندك الموزه شي طوا، زعما شريتي الموز ولا كيما نقولوا واحد من لافامي جاب لك الموز، ولا كيما نقولوا بونسي ا نو با جوتي البقايا نتاع الموز. هادو، هاد الجلاخ هذا ما تقيسيهش، هاد الجلاخ باسكو راه فيه شوفوا البنات، راه هذا راه فيه واحد الماده بيضاء، وهاد الجلاخ هذا حنا ما نقيسوش، حنا ما نقيسو والو في الموزه. فهمتوني الشيلات؟ الموزه من نهارها درتها لكم معلومه في رسالكم. هادي بالنسبه للمعلومه الاولى، للمعلومه الاولى نتاع البنان. الموز من نوع هاك سيداتي ولا اختي ولا بنتي، الا كان عندكم اوكازيون كيما قلت لكم، ماشي كاع الناس في مقدورهم. حنا هنا في اون فرانس نجمو، هنا في اوروبا، مي في البلاد كاين بزاف الناس اللي ما عندهمش مقدورهم باش يشرو البنان. راكو فاهميني الشيلات؟ فوالا، عليها جبت لكم تاني الحبق. هذه معلومه غادي نعطيها لكم. هذا الابيض، هذا البرودوي، هذا الابيض، هذه الماده البيضاء، هذه اللي كتشوفوا فيها، هذه راهي مليحه بزاف لالام المعده، لالام المعده. سمعوني مليح البنات، لالام المعده. كاع اللي عندها شي كيما نقولوا الزوج تاعها فيه الام المعده، ولا ولدها ولا بنتها، ولا بونسي ان با جوتي لا بروشين فوا جلاخ نتاع البنان. تقردي كل شيء، البنانة وبلس هادي، راكي فاهمه اختي؟ فوالا، هادي إذا نسحقو جلاخ، حنا نسحقو جلاخ، نغسلوه مليح، نغسلو مليح الجلاخ. كاين العادة ماذا بيكم تبسوه، ماذا بيكم تبسوه كي تشرو، كي يكون عندكم اون اوكازيون ولا وحدة جارتك ولا ها، هذاك الجلاخ هذاك يبسيه، ما تقيسيهش، يبسيه كيما تيبسي جلاخ تاع الرمان، جلاخ تاع البنان يتيبس كيما جلاخ تاع الرمان. فهمتوني الشريط؟ فوالا، نلبسو هذا، نجمو نلبسوه الا كان عندنا بزاف. لا ما كانش عندكم بزاف، ديري هذاك النهار الا كان عندك تيا الام في المعده، تنجمي ديري اختي، ديري الماء، ديري كيما نقولوا تعملي اون كاسرول وديري فيها الماء، وديري هذاك الجلاخ نتاع البنان، جلاخ تاع الموز. علاه نسحقو جلاخ تاع الموز؟ باسكو فيه واحد الماده قلت لكم، هذه الماده البيضاء هذه،
شوفوا خطره واحده تجي يكحل بالخف، يكحل يمد واحد الماده كحله، شوفوا اكسيدا هو بالخف، فهمتوني؟ الوغ شوفوا هو اونتي اكسيدا، فهمتوني؟ فوالا مضاد للاكسيدا هو. شوفوا هذه الماده البيضاء هذه اللي نقلعوها منها، هذه هي اللي نديروها لي كيما نقولوا داوي لنا هذاك الجرح تاع الاستوما، داوي لافلاماسيون تاع الاستوما، داوي للقرحه المعده، داوي واحد البكتيريا داويها، البكتيريا اللي تكون في المعده اللي دير لنا القرحه هذا هو اللي داوي لنا، باسكو حرش اللي كيما نقولوا جاي حرش كيما نقولوا ديوغ، فهمتوني؟ الوغ هو يدورسي يدورسي لا بو كومون ديراج هذه le tissu نتاع l'estomac، راكو فاهمين؟ il durci il a durci زعما يزيرها، فهمتوني؟ وما تبقاش تضرنا، ما تبقاش طايبه، هذاك الطياب هذاك كيما نقولوا يبسه، فهمتوني؟ يبسه يدوفيا سيك، ما يبقاش عندك هذيك هذاك الطياب تنجمي تاكلي تعودي تاكلي كي فاهمه. كاين بزاف تاني اللي يكونوا راقدين نايمين وكينوضوا ها كي يصحوا من النوم يصحوا مساكين مرضى ينضروا بواحد الالام ها فظيع يجيهم. الوغ علاش؟ باسكو هذاك فيه طياب، راه فيه ان بكتيري، وهذيك البكتيريا راهي تاكلها في الاستوما في التوسي تاع الاستوما، راكو فاهميني؟ الوغ انا ديت معلومه وبغيت نبارطاجيها معكم من ضمن فيديوهاتي شيرات في القناه تاعي، بغيت نديرها. الوغ كو هذا حنا نسحقوا كامل الجلاخ لابو، ما نقيسوهاش من هاك لابو تاع، بغيت ندير معكم هذا الفيديو باش نفهمكم لابو تاع البنان ما نرموهش، فهمتوني؟ معناتها ما نرموش، نغسلوه مليح ونطيبوه ونشربو هذاك الماء تاعه، هذاك الماء تاعه يدوفيا امير. الوغ هذيك المروريه المروريه تاع هذا البرودوي هذا لو بلون ها هو اللي غادي يعالج لنا هذوك لي مو ديستوما، فهمتوني الشيرات؟ فوالا. كاينه حاجه واحده اخرى في الحبق تاني، جبت لكم تاني الحبق، على بالكم الحبق سي كوا؟ سي لو بازيليك، هو الريحان كيما نقولوا الريحان، الوغ كو ريحان في الجنه، فهمتوني؟ شوفوا الشيرات، هذا الحبق هذا تاني راه مليح بزاف، الحبق اللي كيما نقولوا للامعاء للاستوما للكبده كل حيه كل حيه اللي فينا ها اللي تسبب لنا هذاك الالام للمعده، هذا الحبق تنجمي حبيبتي ديري كل خطره انتزال انتزال ليك انتيا وللعائله، فهمتي حبيبتي؟ هذا هو جيتكم اليوم باش نعطيكم جوج معلومات، المعلومه تاع لابو دو لا بانان ها قشر الموز والحبق، بغيت ندير لكم هذا الفيديو باش تدوها من عندي معلومه البنات. فوالا الحبق كي نديرو له كيما قلت لك على البنان، كيما ديري لا تيزان تاعك عادي، تحكمي لا كاسرول تاعك تخليها تطبخ شويه تغلى شويه، ومن بعد تحطي هذاك الحبق تاعك تغسليه مليح وديريه، سواء يكون عندك حبق اليابس ولا يكون عندك الحبق خضر. فوالا انا عندي الحبق الخضر غرساته، الوغ جبته لكم باش نوريه لكم، فهمتوني الشيرات؟ الحبق راه لي تري بيان بوغ لي مو دي ستوما، لكل شيء. هو الحبق راه عباره كيما نقولوا ان كاتابلازم، كاتابلازم سبحان الله، كيما نقولوا لو تيسي تاع لي ستوما كيما نقولوا الى ديرسي، هو الحبق على بالكم باللي مر، راكو فاهمين؟ يعطي هذيك المروريه هذيك المراره، حنا نسحقوها المراره. والحاجه البنات خوتي خواتاتي كاع الحاجه اللي مره هي اللي عندها الفائده باش تداوي هذاك الالم، فهمتوني الشيرات؟ فوالا درت لكم هذا الفيديو، ان شاء الله ان شاء الله يا رب العالمين ان شاء الله يا رب العالمين يعجبكم وتدوا منها فكره. هذه عباره هذا الفيديو عباره عن فكره وعبارة تاني عن معلومة عطيتها لكم من نو هاك سكو في. كيكون عندك البنان سيداتي ما ترميش لابو تاعه، لابو تاعه فيها فوائد عظيمة للجسم، فيها فوائد عظيمة للجسم من الداخل ومن الخارج. وعندي تاني كذلك عندي للتجميل، عندي تاني لاكيراتين كي نديروها باللاكيراتين تاع الشعر اللي نديروها
بالبنان ان شاء الله في في الايام المقبله نبقى ندير معكم ثاني التجميل للوجه والتانيك للشعر. يلا نقول لكم السلام عليكم وحتى الملتقى ان شاء الله باذن الله تعالى وبركاته، راكم هنا في القلب. يلا السلام عليكم حتى الملتقى ان شاء الله باذن الله تعالى.